الو السويبي، لاباس. السلام عليكم، كده صحكم شي مزيان؟ كان عيطوك على السي سليمان حلش، قاع ما كاين شي جديد ولا علي؟ على سال البرلماني ديالكم سليمان حلش، قاع ما وقفتوش معاه، ما هدرتوش عليه. اش ما في الملف ديالو؟ ماشي شي حاجه خطر. ما قريتوش اسيدي؟ قال لك اسمح لي. داك الشيء علاش سولت انا يا صحاب لي؟ زعما صافي عندك الحق وصافي. عطاك تبارك الله عليك سيوبي. السلام عليكم، تحية عالية لكم. المهم قبل ما نبداو باش نشرحوا هذا الموضوع هذا مزيان ونوضحوا الرموز اللي كاينين في هذا التسجيل الصوتي، واخا ربما بين للعيان شنو راه واقع. على اي اول ملاحظه خصني نقولها هي ان واش هذا هو الصوت ديال عبد اللطيف وهبي ولا لا؟ طبيعه الحال اي واحد غادي يمشي قادم على الفيديوهات السابقه اللي هضر فيها عبد اللطيف وهبي واللي كيبان الصوت والصوره، غادي يبان له لانه كاين تشابه كبير جدا الى حد ربما ما يمكنش يميز ما بين هذا وهذا، يعرف بلي هو هو. ولكن انا بحكم انني عارف المساطر القانونيه من جهه، ومن جهه ثانيه عارف مزيان بلي انه كاين ناس معينين يبحثون اي شخص ربما كيحارب الفساد ولا شي حاجه من القبيل على تهم جاهزه. لذلك ما غاديش نطيح راسي في هذا الفخ هذا، ولكن غادي نفترض هو فقط بان هذا هو الصوت ديال عبد اللطيف وهبي الامين العام ديال حزب الاصاله والمعاصره، واللي ربما في المستقبل القريب يقدر يولي هو وزير العدل والحريات. بحال والو غيولي وزير العدل وغيمثل العداله في السلطه التنفيذيه ولا في الحكومه المغربيه. الى افترضنا باللي هو اللي كيهضر مع هذا الشخص هذا اللي باين في اللكنه ديالو ديال الهضره ديالو بلي انه ابن الريف ولا ابن الناظور، على اعتبار ان موضوع هذا التسجيل الصوتي ولا هذه المكالمه الهاتفيه هو واحد الرئيس ديال المجلس البلدي ديال بلديه الناظور سليمان حليش، وهو عضو من اعضاء حزب الاصاله والمعاصره اللي حاليا كيتواجد في السجن ديال فاس متابع على خلفية مجموعة من الجرائم اللي الاختصاص في النظر في مثل هكذا جرائم يعود إلى أقسام جرائم الأموال بمحكمة الجنايات بفاس. سليمان حليش هذا الشخص هذا اللي ربما شي سنة ونصف ولا أكثر هو في السجن والملف ديالو ما باينش. هاد السيد هذا سول عبد اللطيف وهبي على اعتبار ان سليمان حليش ينتمي الى حزبه، قال له واش درتو مع هاد السيد؟ يعني غير باش نوضح الفكره باش يعني يعرفوا المتابعين الكرام الاطار العام ديال هاد المكالمه هادي. هو شاف بلي ان هاد السيد هذا تختفى على الانظار، حتى حنا انا ابن مدينه الناظور حتى الساكنه ديال الناظور بطبيعه الحال كانت كتسول كيفاش فين راه هاد السيد هذا، واش تحكم ولا ما تحكمش، لان حتى الحكم مازال ما صدرش في حقه، يعني مده كبيره جدا ومازال ما تصدرش حكم في حقه. وشنو غيقول له السي عبد اللطيف وهبي اللي هو محامي اللي كينتمي لهيئه الدفاع؟ من المفروض انه كيعرف مزيان القواعد القانونيه وكيعرف بلي ان القضاء عندنا في المغرب عندنا استقلال السلطه القضائيه. كنهضر بطبيعه الحال على النصوص القانونيه شنو كتقول. الدستور ديال 2011 ينص على استقلال السلطة القضائية وبلأن الملك محمد السادس هو الصاهر على احترام هذه ولا على استقلال القضاء.
كيقولوا بلي ان هذه القضيه هذه ما خصناش نبينوها للعلن، خصنا نحلوها غير من التحت للتحت، الا بطبيعه الحال الا كان الصوت ديالو. فيما معناه ان القانون كيقول هذا صاحب المكالمه بلي ان القانون ما خصناش نخدموا به، لا خصنا نحلوها من التحت للتحت، مع العلم بلي ان من المبادئ ولا ديال العداله الجنائيه العلنيه الحضوريه وما الى غير ذلك من المبادئ اللي كتحكم المحاكمه العادله، باش نقولوا هذه محاكمه عادله. يعني الا كان السيد هذا اللي كيهضر هو عبد اللطيف وهبي، فبطبيعه الحال يدعو الى مخالفه القانون، وكيقول لك بلي ان هذا السيد هذا خصنا نحلوا له الملف غير بلاتي وغير من التحت للتحت، وما خصناش نخرجوا للشعب، الا خرجنا للشعب لا غادي نزيدو نغرقوه. قال له واش راك عارف الدوسي ديالو شنو فيه؟ يعني فيه جرائم بزاف، ما عرفوش يدير كاع، فهمت؟ للاسف الشديد شتي، الا كان هذا السيد هذا هو اللي هو عبد اللطيف وهبي هو الامين العام ديال حزب الاسرى المعاصره، فهذه المساله تطرح اكثر من علامه الاستفهام. علاش؟ لانه كاين ناس اللي تعتقلوا راهم في السجون على ابسط شيء. هو الامام مسكين طالب بمطالب معينه وادين بسنتين سجنا نافذا، حبسا نافذا عفوا، لان العقوبه ملي كتكون اقل من 5 سنين كتسمى حبسا، ملي كتفوت 50 كتسمى سجن. معتقلين على خلفيه مثلا حراك جراده، حراك الريف، المعتقلين ديال الصحفيين، معتقلي الراي سليمان الريسوني، عمر الراضي وما الى غير ذلك، يتم التعامل معهم بواحد الشدة معينة للأسف الشديد. ولكن في مثل هكذا ملفات اللي كيكون واحد الطرف عنده نفوذ، عنده علاقات، ينتمي إلى حزب معين، لا يتم التعامل معه بهذه الصرامة وبهذه، لأن بزاف الناس اللي متابعين على خلفية جرائم الأموال، ولا متابعين أمام أقسام جرائم الأموال. هذه الأقسام كاين غير في بعض الحواضر الكبرى مثلا كفاس وما الى غير ذلك من المدن. بالنسبه لنا حنا في الجهه الشرقيه وما الى غير ذلك كنمشيو لفاس، فهذا مشكل كبير كيطرح السؤال ديال هل المغرب عنده استقلال السلطه القضائيه؟ فعلا النيابه العامه استقلت على وزاره العدل، ولاو القضاة ديال النيابة تابعين لي ولا كيتلقاو التعليمات من طرف رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض؟ للأسف الشديد لا أدري ماذا أقول، ولا أدري ماذا عسي أقول في مثل هكذا أمور. فضائح، فضيحة تلو فضيحة. المشكل الابطال ديال هاد الفضائح هادو هم ناس اللي كينتخبهم الشعب، ناس اللي من المفروض تكون فيهم واحد القيم مبادئ معينه اللي كرسوها وقت اللي وصلوا للحكم، ولكن الا كتلقى واحد السيد كيقول لك نحلوا من التحت وما الى غير ذلك، يعني بزاف ديال الحوايج اخرين غيبقاو يفوتوا من التحت، والضحيه هو المواطن المغربي. مهم ما عندي، المهم واش غادي نقول لكم، هاد الشيوط دمعوا القلب، الا كان القلب ما فيش الدمع بحال العينين، فالقلب يدمع عند سماعه لمثل هكذا اخبار ولمثل هكذا فضائح. تحيه عاليه لكم، اتركوا لي تعليقكم وارائكم في التعليق، وقولوا لي واش بان لكم في هذه القضيه هذه، وتحيه عاليه لكم والى اللقاء.